السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدنا الآن قرية الموضع التي يقبع في الجانب الأسفل منها المعبد سر، وهي تتبع عزلة بني قيس مديرية الرضمة محافظة إب. استكمالا لما طرحناه في الجزء الأول حول المعبد المكتشف في مديرية الرضمة محافظة إب، تحدث فيه ضيفي الأخ الأستاذ طه محمد القاعة بأن المعبد يعود للحقبة القتبانية، مستدلا في ذلك بجغرافية المكان. هو بالأغلب والأرجح يعود إلى عهد الدولة القتبانية، ومن ضمن هذه المناطق يعني رداع أهلة، فليس إحنا بعيد من هذه المناطق. نستعرض معكم مقالا للباحث الأثري والمؤرخ اليمني الدكتور أنور الحائر، نشره على مدونته الإلكترونية اسمها آثار اليمن القديم ونقوشه المسند والزبور. المقال تحت عنوان اكتشاف معبد أو قصر أثري سر في مدينة ظفار خبان عاصمة سبا وذي ريدان. المقال يتسم بالطابع الأكاديمي المفصل حول جغرافية الموقع وتاريخه، على نحو يأخذ القارئ إلى عوالم تفيض بالرمزية الدينية والمدلولات اللغوية المتقاطعة تارة والمتوازية تارة أخرى. في عصور متعاقبة كان الحجر هو الذاكرة الصلبة لحفظ ذلك الميراث العريق. سنتطرق هنا لأهم النقاط التي طرحها الدكتور أنور الحائر في مقاله، وسأرفق لكم المقال كاملا مع رابط المدونة في المساحة المخصصة لوصف الفيديو. وأنت تقرأ عنوان المقال تدرك أن الكاتب لم يجزم بأن الموقع المكتشف هو معبد فحسب، بل وضع لنا احتمالين، فإما أنه معبد أو أنه قصر، وغاص مطولا في المدلولات اللغوية للنقش ود أب بيت سر. وفي رأيي الشخصي، إذا أخذنا بالاحتمال الأول أن الأثر المكتشف يكون معبداً، فإن النقش يمثل لوحة تعريفية به. أما لو كان قصراً فالنقش هو تعويذة بالإله من أي مؤذن يستهدف القصر المسمى سر حسب معتقدات الناس آنذاك. ومن وجهة نظر الدكتور أنور الحائر أنه طالما كان الأثر المكتشف يقع في مديرية الرضمة، فإن مملكة قتبان لم تتجاوز جبل العود من الجهة الجنوبية للمحيط الجغرافي لمدينة ظفار خبان التي تضم فيه مديريات الرضمة والسدة والقفر ويريم، وبالتالي فإنه لا يتفق مع الرواية القائلة أن الموقع المكتشف قتباني الهوية. ففي حين لم تتجاوز قتبان منطقة العود، فكيف لنا أن نتحدث عن أثر قتباني في منطقة الرضمة؟ مبينا في معرض حديثه كيف أن التعويذة ود أب قد استعملت على جدران عدد من المباني في مدينة ظفار خبان. وخلاصة الأمر أن الموقع يعود للفترة الميلادية بين القرن الأول إلى الرابع الميلادي تقريبا، وهو من مخلفات وأطلال مملكة سبا وذي ريدان. نشاهد الآن الأستاذ طه القاعة وهو يقوم برش النقش بالماء من أجل الوضوح أثناء التصوير. الطغراء في مقال الدكتور أنور الحائر تتكون من حرفين راء وقاف، وزعت بشكل مركب أحدهما يعلو الآخر، يمثل الحرف راء أعلى الطغراء ومنحوت بشكل مقعر دون الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة، وبتوجه الحرف إلى الأسفل منه الحرف قاف. وظهر هذا الشكل على الكثير من القطع الأثرية، عملات، أختام، مكاييل، وزنات، حلي، بالإضافة إلى عناصر معمارية كثيرة وعلى الصخور الجبلية. واستمر هذا الشكل بالظهور حتى نهاية القرن السادس الميلادي،
وله أشكال أخرى وربما بداية ظهورها على العملات الريدانية. المرجع بافقيه 1993 صفحة 124. يرى الدكتور الحائر أن ظهور الطغرة في هذا النقش ربما للدلالة على بداية ظهور حلف سياسي جديد، وكان كل حرف فيها يرمز لطرف من الأطراف السياسية المشتركة في الحلف، بدليل طبيعة تطور شكل الطغرة في المراحل المتأخرة. ومن ناحية أخرى قد يكون الحرف قاف يمثل قتبان كحلف جديد انضم إلى الكيان السياسي الجديد المسمى سبأ وذريدان كبداية جديدة لمصطلح الحكم والمملكة. سبأ وذريدان وحضرموت ويمنة والطور والتهائم، وبالتالي نحن أمام طغرة جديدة لم يسبق دراستها، وتعود اعتمادا لمنهج المقارنة بما تضمنته دراسة خاصة بالطغرة في اليمن القديم قام بها الباحث محمد الشرعي عام 2013 ميلادية، وتعود إلى القرن الأول الميلادي. في الختام نشكر الدكتور أنور الحائر على ما قدمه لنا من معلومات وفيرة في سياق هذا المقال، وكذلك على دوام متابعته لما ننشره على قناة سابر، وتكرمه بتقديم النصيحة لنا وبشكل مستمر. والشكر موصول للأستاذ طه محمد القاعة على حسن استقباله وكرم ضيافته ومرافقته لنا أثناء التصوير، وكذا تكرمه في ترجمة النقش، ولنا معه لقاء آخر حول رؤيته بخصوص هوية النقش واستدلالاته الدائمة لهذه الرواية. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.